سارة سباك بلشت من 12 سنة، كانت مجرد فكرة طلعت لي أنا عم بعمل أطروحة تبعيتي عن النساء المهمشات، ولاحظت أنه أقدر ساعد هالنساء وأدعمهم، لازم أعلمهم شغلة يعملوها، وبقى هيك فكرنا بشغل الإيد وصناعة هالشغل الإيد تحويلها إلى جزادين، من مجرد شغل جوات السجن لشغل برات السجن ولدعم المرأة بالريف وببيتها لتقدر تعطي أفضل ما فيها. أنا بحس أهم شيء حققته مش بالعدد الجزادين اللي عملناها ولا بالديزاينز ولا وين بعنا الغراض، بس بحس قدرت غير حياة كتير نسوين اشتغلوا معنا. أنا يومياً فكر بالجزادين، كل شيء فيكون مصدر لإيحاء. نحن منصمم للمرأة مش اللي بتطبع الموضة 100%، بس المرأة اللي بتحب تعبر عن حالها من خلال لبسها. أكتر شيء بستعمل عند كلينيك الماسكارا، لأنه بعتبر أنه الواحد بيحكي من خلال عيونه، وكمان لهالشي بستعمل المويستشر كريم تبع كلينيك All About Eyes، بعتبر أنه الواحد لازم يهتم ببشرته على عمر صغير لقدر يحافظ عليها، وكلينيك بيقدر يقوم بهالشي بطريقة كتير منيحة. الأشياء اللي بخدها معي Definitely Protection من كلينيك، 3 Steps للعناية بالبشرة، Daily Moisturizer. كتير بآمن إنه المرأة أول شيء لازم تشتغل، وإنه إذا المرأة هي عم تكسب معيشتها القرار بعود دايماً لإلها.